ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للعدس المصري اللطيف الجميل. ازاي نعمله مع بعض كده في ايام الشتاء؟ ودايما العدس في ايام الشتاء بيبقى ضيف جميل وضيف عزيز وفي كل البيوت المصريه والعربيه باشكال المختلفه وبالاطعمه المختلفه. معانا شوربه العدس النهارده هنعملها بالطشه، مقاديرها على الشاشه. معانا عدس، معانا بصل اخضر ده طبعا اساسي معانا، ومعانا شويه بهارات حلوين، ومعانا كزبره ناشفه مع توم، وحبيب العدس الكمون عشان الناس اللي عندها مشاكل مع الكولون والانتفاخات. كلنا بنعرف البقوليات زي العدس زي الفول زي الحمص، الحاجات دي بتعمل مشاكل مع الكولون. فمن نعم ربنا علينا معانا الكمون الحصى او الناعم المطحون الطازه الفريش بيعالج مشاكل الكولون. ولكن قبل ما اشتغل في موضوع العدس واعمل شوربه النهارده بتتكلم مصري، لازم نعرف ان العدس ده من الاكلات المصريه الموثقه ضمن موسوعه الاكلات الشعبيه المصريه اللي في العالم كله معروف انه من الارض الطيبه مصر. العدس بصل توم، عدسها وبصلها وسومها. تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل العدس النهارده شوربه. مقاديرها على الشاشه شفناها مع بعض، انا هعملها في عجاله علشان معايا شغل كتير في الحلقه النهارده ومعايا مشلتت، فلازم ان انا اخد وقت كبير له. حل على النار ونار شديده. هنستخدم معلقتين زيت مع معلقه سمنه. معلقتين زيت صغيره ومعلقه سمنه حلوه. وانا بحب البصلايه اللي بتبقى مع شوربه العدس تبقى متحمره شويه، ما تبقاش نيه عشان ما تخطفش الطعم من العدس. فلازم احمر البصلايه دي شويه قبل ما انزل بالعدس. أنا واثق وأعرف جيدا وأعلم جيدا إن كل الأمهات المصريين وكل ست مصرية زي الفل بتعمل شوربة العدس بطريقة مميزة وبطريقة أحسن من الشيف، لأن إحنا طبعا اتعلمنا من كل أمهاتنا وعرفنا إزاي العدس بيتعمل بأفكار جديدة. ولكن أنا بحب دايما أجدد من المطبخ وأطور من المطبخ بأفكار بسيطة وسهلة. البصلاية يا أمي لما تتحمر في معلقة سمنة وتاخد لون وننزل عليها بالعدس اكيد هتضيف طعم حلو للعدس، انما لو حطيتها نيه متبقاش لطيفه. انا مش بحبها تبقى نيه، ممكن انت بتحبها نيه. هناخد شويه توم كده ونحمرهم برضو غير الطشه بتاعته. البعض بيضيف مع شوربه العدس جزر، طماطم، معلقتين رز، الحاجات دي كلها ده وارد، بس فكري كده تعمليها عدس وبصل بس كده وتوم. الثلاثي الحلو ده الجميل اللي ربنا انعم علينا من نعمه الارض الطيبه، البصل والثوم والعدس في قلب الحله مع معلقه سمنه حلوه كده او معلقه زيت اختياري. انتظر على البصلايه كده ما تديني ريحتها الحلوه. يا داخل ما بين البصله وقشرتها ما ينوبك الا حلاوتها. شفت التقليبه دي؟ مهمه جدا، خلي بالك. ناخد العدس بتاعنا الحلو ده كده زي ما هو، ولكن بنجيب العدس من عند الراجل العطار يتجاب، ونبص على شكل العدس يبقى لطيف وجميل ما يبقاش متخزن بقاله فتره طويله، ويتغسل بميه ساقعه مره اتنين زيه زي الرز، ما يتغسلش بميه سخنه. مش العدس الاسمر ده، خلي بالك، العدس الاسمر شفناه الاسبوع اللي فات حطيته في ميه مغليه علشان اعمله بالخضار اللي عملناه بالطاجن، ولكن المرة دي العدس معانا أصفر بيتغسل بمية ساعة بالشكل ده كده ويتصفى من المية بتاعته ويبقى معانا حلو كده كهرمانة. هناخد العدس ننزل بيه على البصلية الحلوة ده كده أهو. أنا لا أحط لا جزر ولا رز، هعتمد على طعم العدس. الله، ده لونه على الشاشة يفتح الشهية. أنتوا عارفين اللون البرتقاني اللي هو بتاع العدس ده كده بيفتح الشهية، يعني أنا جوعت دلوقتي. هنقلب العدس ده مع البصلية الحلوة دي كده والتومة والسمنه، يكون معايا ميه مغليه من البراد بتاع الشاي اللي في المطبخ. يفضل ما نحطش ميه ساقعه بقى عشان ايه؟ نكسب وقت. فانا معايا ميه مغليه على النار. انت عندك الميه المغليه في البراد بتاع الشاي. شفت العدس بقى؟ طعم البصلية مع العدس هنا تتنافس مع التومه. الله، شفت الحلاوه دي كده؟ صورة العدس على الشاشة بتتكلم مصر. نقلب كده، اوعى تحط بهارات خالص دلوقتي من فضلك. والكمون ما يغليش مع العدس. الكمون بعد ما نخفق العدس وينضرب في الخلاط
ويبقى شوربه بنحط الكمون في اخر حاجه خالص ونرفعه من النار. عايزه تستفيدي بمفعول الكمون وطعم الكمون وريحه الكمون، ده يتحط على طبق الفول بعد ما يطلع من النار، ويتحط على شوربه العدس بعد ما يطلع من النار، ما نسيبوش لما يغلي. علل ولماذا يا عم الشيف؟ لان الكمون لما بيغلى على النار كتير بيمرر، واحنا هنحط كمون كتير فمش عايزين مرار، ربنا يكفينا شر المرار. شايف الحلاوه دي كده اهو زي الفل. هنحط الميه المغليه، الله اللهم صل على النبي، على النار كده، يلا بينا. اهو ده زلزال في قلب الحله. نعم يا غالي، احنا مش بنعمل شوربه بطاطس؟ بيقول لي ممكن نحط شوربه لحمه او شوربه فراخ. لا 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 خالص، انت مخرج شاطر بس سيب الطبخ لينا، دي مدرسه وانا مريض طبخ، يعني انا بعشق المطبخ جوايا جوه دمي فببدع فيه. دي لا شوربه فراخ ولا شوربه لحمه، زي ما هو كده. نسيبه على النار، نسيبه على النار، بس هنعمل حركة لطيفة كده واحنا واقفين مع بعض بنتسلى. الله، نشيل الرغوة البيضة دي كده. شفتي بدأت المية تغلى على طول ازاي؟ اهو ده. عايزة طعم المستكة؟ هتدوبي فص مستكة وتحطيه. بس أنا عايز أعمله بالطشة اللي هي التومة والكزبرة. ومرة تانية نعمله بالمستكة. مرة تانية نعمله بالشعرية. مرة تانية نعمله بالرز. مرة تانية نعمله كشري اسكندراني، رز وعدس وبيض مدحرج. مرة تانية نعمله برجر. مرة تانية نعمله كبيبة. كل ده من عدس، كل ده من العدس. شلت الرغوة دي كده زي الفل. بقى رايق وفايق، حلو؟ ونسيبه على النار ونغطيه. اللهم صل على النبي. تمام. نخش على اللي بعده. أغطيها؟ فين العدس؟ العدس هو ده، نغطيه؟ إيه الحلاوة دي؟ هقلبه لك قبل ما نطلع الفاصل. شوف العدس بيتكلم مصر في قلب الحل. كهرمانة. اللهم صل على النبي. حلو قوي. ده 10 دقايق 5 دقايق هيكون استوى بعون الله. حبيت تطلعوا فاصل يا شباب؟ أنا معاكم. هنغطي العدس زي الفل كده. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن آسف لصوت الخلاط. أنا حبيت طبعا في الفاصل لعدم الإزعاج إن أنا أضرب الشوربة بالهاند بلندر بتاعي. كان على أيام أمي رحمة الله عليها ما فيش الكلام ده. نقول الحقيقة ما كانش فيه خلاط حتى والله العظيم. أمال كانت شوربة العدس دي تتعمل إزاي يا عم الشيف؟ لازم الواحد يكون صادق مع نفسه قبل ما يكون صادق مع الآخرين. بس اكتبوها كده على باب التلاجة، يكون صادق مع نفسه قبل ما يكون صادق مع الآخرين. لا خلاط ولا هاند بلندر. كانت تتعمل ازاي؟ في مصفى ألمونيوم كده حلوة، العدس ده يتجف فيها بعد ما يتسلق كويس وتبقاش ميته كتيرة، ويتهرس بالإيد وحنان الإيد وحب الإيد والطعم الإيد أمهاتنا، وبعدين ينزل من المصفى طريقة عمل البصارة، وبعدين يتخف بالمية ويتحط على النار، وشوية حب كده مع علية سمنة مع شوية ملح وفلفل وشوية شطة، أحلى شوربة عدس. حلو الكلام؟ الشوربة كده جاهزة. طاسة على النار فيها مع علية سمنة أو مع علية زبدة صغيرة كده حلوة، اختياري برضو، ممكن تحط زبدة أو سمنة. حلو، على النار معانا كزبرة ناشفة. شفت العدس بيغلي في النار ازاي؟ مخرجنا الجميل ربنا يسعد ايامك. وكعب زبده، فص توم، الله، الطشه بتاعت الشوربه دي لطيفه وجميله، الله. شفت العدس ازاي؟ فاير على النار، بيتكلم مصر على النار. استنى على التومه ما تديني الريحه الحلوه، انزل بالكزبره الناشفه يا ويلي، سنه بابريكا. دي التوابل بقى بتاعت العدس. انا خلوا بالكم في البدايه خلي حاطط لا ملح
ولا فلفل ولا كمون ولا اي حاجه خالص. شويه الكمون الحلوين، سنه بابريكا حطيت، للامانه هحط شويه كركم، والكركم مفيد للجهاز الهضمي وينقي الكبد من السموم. الملح بتاعنا نسينه، فلفل اسود قليل كده، ونقلب الخلطه الحلوه دي كده. الله، انا بعزمك على الشوربه دي يا مخرجنا. شفت التومه بقى وشعوتها في قلب التوابل والبهارات. تعالي بقى، عندك حد معاه مشاكل مع الكولون ومش عايز المهرجه دي ولا الجو ده، هتاخدوا له شويه شوربه على جنب كده، عليهم شويه كمون شويه ملح بألف هنا وشفا. كبير السن معاه مشكله، مفيش مشكله، ولكن خلونا نعمل الطريقه دي كده، ناخد كده. يلا بينا يا شباب، يلا بينا يا شباب، هنا الله يرضى عليكم، انا هنا، يلا بينا. هو ده، يا ويلي يا ويلي، هو ده. تعمل ايه يا عم الشيف؟ هنا العدس بيتكلم مصري. مش الملوخيه وبس بنعمل معاه كده، العدس كمان من الاكلات الموثقه والمدرجه، مصريه ثم مصريه ابا عن جدا، اكلات من الموسوعه المصريه والشعبيه. شفتوا بقى الحلاوه دي كده؟ هو ده، الله، الف هنا وشفا. زلزال، نقلب نغرفها، اللهم صل على النبي. شويه شوربه مصريين، نغرف الشوربه بقى عشان نخش على المشلتت بتاعنا، عشان مفيش طايم عندنا. نعم، اختياري، عايز تحط طماطم، عايز تحط معجون طماطم، عايز تحط طماطم مبشوره، بس خليها عدس وبس بالله عليك عشان تستطعم العدس. ناخد الشوربه الحلوه دي كده. الله، يلا بينا. شوف الشوربه في قلب الطاسه، بص على الحلاوه. عم ملاح العب، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هو ده يا صبابين العدس، زيدوا حالاته. خلص الكلام، الف انا وشفا. لسه ما خلصتش، بصمتك يا عم الشيف. هي دي، تعالوا مع بعض نعمل المشلتت في عجاله كده. عملنا شوربه العدس بالطشه، انا عارف كل الامهات اشطر مني في عمايلها، وانا اتعلمت شوربه العدس من امي رحمه الله عليها. عملنا بطاطس بنوع جديد او بشكل جديد، مكوناته بطاطس ولحمه وجبنه. بطاطس زي الفل، بطاطس ولحمه وجبنه، ولكن قدمناها بطريقه جديده. بيقولوا لي في الكنترول ممكن نستبدل اللحمه المفرومه باي حشو تاني، ممكن نستبدلها بسجق بلدي، ممكن نستبدلها بفراخ مفرومه، بهوت دوج، بكبد، زي ما انت عايزه. العدس بتاعنا الحلو ده كده ممكن نقدمه برضو مع شعريه، نقدمه مع رز، زي ما انت عايزه. ولكن خلوني قبل ما انهي الحلقه ونشوف الفطير الحلو، نتكلم عن افكار كتيره قوي للعدس، بما ان الشتاء خلاص بدا معانا وايام البرد، فاحنا معانا مشروبات او شرب لازم تكون موجوده في المطبخ بتاعنا، زي شوربه العدس. العدس عشان تاخد الطعم بتاعه ما يتغسلش بميه سخنه. انا حابب البصل الاخضر ده اقدمه، الله، مع العدس ده. طبعا انا جوعت، ها، شفت البصل ده كده، لازم العدس ده يتغسل بميه ساقعه وبعدين يتحط على جنب. شفت البصل يتقدم ازاي؟ هو ده البصل ده، لما تقدميه بالشكل ده هتدعي لي رشه زيت زيتون وعصره ليمون. ليه يا عم الشيف؟ عشان البصل ده ما تشملوش ريحه. فكرت تقدمي البصل ده على السفره بتاعتك بالشكل ده كده، الجو اللي احنا نحط البصلايه سليمه ونقعد ناكلها كده مش لطيف. للامانه والله اللي بقوله لك ده للامانه عن تجربه. تاني، البصل الاخضر بالذات مع العدس مرغوب، بقدمه كده
مع زيت زيتون وعصرة ليمون زي ما هو كده. ده الليمون بتاعنا اهو. ودي كمان طريقة جديدة لتقديم البصل الأخضر. ليه ليمون مع زيت زيتون يا عم الشيف؟ عشان الطعم بتاعه بيبقى لاذع شوية وسبايسي للأطفال. كمان عصرة ليمون. وتعلمنا من الشيف المغازل النهارده طريقة جديدة لتقديم البصل الأخضر. بتحب الحار؟ ما تحرميش جوزك من الحار. في ناس بتحب تاكل حار مع الشوربة. زيت زيتون. طبق سلطة اهو. فلة زي الفل. ألف هنا وشفا. نشوف الفطير المشلتت توصل لفين؟